الو، الو، مساء الفل. ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا نجم النجوم؟ عامل ايه؟ انت انا عاجبني يا ابراهيم جدا والله. يعني انت بدأت فعلا تغير من جلدك، يعني من اسبوع بدأت تخرج من بره اطار ان انت بتستضيف لعيبه كوره. صحيح، انت بدأت وجبت النجم الكبير احمد فهمي. بالظبط، ما تعطوش عشان يقول الافيه اللي عايز يقوله. والاسبوع اللي بعده اهو بدأت برضو تغير عن النجوم وتخش في الحالات الانسانيه. يعني الحقيقه ربنا يكبر بخاطرك زي ما انت. انت جاهز والله العظيم ثلاثة، انت مالكش، انت مجهز الافيه اقسم بالله. انت قاعد، هو الدهاني انت قاعد مذاكر الافيه. هي اللي عليها ابن جامد. لا والله انا عايز اقول لك يا ابراهيم، يعني انا ما كانش قدامي تلفزيون فسامعكم شويه على التليفون دلوقتي، بس انا كلامي عن بيومي ما بيتغيرش. يعني سيبك ان احنا دايما بينا هزار، يعني يمكن بيومي بيسيب لي انا مساحه بعيدا عن اي حد للهزار، بيتقبل مني اكتر. لكن هقول لك كلام وانت عارف ان انا ما بجاملش والله خالص. يعني انا فيها عيوب الدنيا، بس انا لا بكذب ولا بجامل حد. يعني بيومي فؤاد ده حقيقي ظاهره ظاهره، يعني طبعا طبعا. يعني انت في ممثلين كده ما بيحصلوش غير كل 50 60 سنه مره. صحيح حبيبي فهد. والله لا ده كلام بجد، ومش بقوله يعني عشان احنا في التلفزيون وبنقول الكلام ده. بيومي فؤاد انت لما تيجي تصنف كوميديانات مصر، احترامي لكل الناس والله طبعا باستثناء الزعيم، يعني بيومي فؤاد بيجي في حته وبعدين رتب براحتك، لان الراجل ربنا يبارك لك فهد. كنت والله لا ده حقيقي، يعني هو ربنا مديله ده وصارف له ده وصارف له قبول مش عند حد فينا كلنا. يعني وغير على مستوى الكوميديا الراجل لسه، انتوا بتتكلموا على موجه حاره برضو، الراجل ممثل تقيل جدا. وسيبك من الهزار اللي هو ان بيومي في كل حاجه، ده هزار وافيه وهو بيتقبله، لكن في الاخر هو بيومي موجود في كل حاجه ليه؟ صحيح. الناس دي بتنفست في الراجل ده بالشكل ده ليه؟ سواء على كل المستويات. لا بيومي فؤاد انا مش بعتبر والله، مش عشان بتكلم في التليفون دلوقتي في بيومي قاعد، بيومي فؤاد هو ظاهره عشان تتكرر تاني ولا 50 60 سنه كمان. حبيبي ربنا يبارك لك فيها يا رب. ياه، ولا 50 60 سنه، ده حب بقى حبيبي. وتقدير وحاجات كتير. ده اخويا الكبير يعني، وهو عارف ده اصلا. يعني انا عارف، انا كمان عارف. الو، تعالى يبارك لك حبيبي. كلام حلو، كلام حلو. تعالى يمين شويه شمال شويه. ها التصوير. انا عارف ان انت في التصوير، اتفضل بقى نجم حبيبي. رد عليا حبيبي فهمي. كيمياء عجيبه بيني وبين فهمي، وبتمنى ان انا دايما الحمد لله رب العالمين من ساعه ما اشتغلنا مع بعض، يعني واحنا مع بعض، وبزعل جدا لما يكون في الظروف مثلا. يعني هو بيعمل فيلم دلوقتي انا مش فيه، وبيقول لي مش هتيجي ضيف شرف، قلت له ده غصب عنك لازم اجي ضيف شرف يعني. طبعا، لان انا بيشرفني جدا ان انا اشتغل في بحب انتمي للاعمال الناجحه زي ما بتتقال يعني. فاعمال فهمي شئنا قبل ما نشا يعني، حتى لو لا قدر الله في حاجه ملهاش نصيب قوي من حاجات عدت ولا الكلام ده، بس هي افلام ناجحه وافلام جماهيريه جدا، لان هو شخص مخلص جدا في شغله. شغالين على رجاله البيت دلوقتي. شغالين على رجاله البيت دلوقتي. ان شاء الله باذن انا واكرم وبيومي، وان شاء الله تطلع حاجه كويسه كده باذن الله. صحيح، ودايما منورنا بيومي حبيبي. خليك بقى معايا، لان انا عايز استغل وجودك معايا، لانه رد فعل الناس كانت على الحلقه اللي فاتت كانت مميزه جدا جدا الحقيقه، بما فيها حديثك. وانا استغربت شويه لانه حديثك كان في منتهى الادب ومنتهى التقدير والاحترام لكل الناس اللي اتكلمت عنها، بما فيهم حتى كمان محمد رمضان، رغم الخلاف اللي كان بينك وبينه، الا انك تحدثت بادب شديد وقلت انه من الممثلين اللي انت بتحترمهم. وانا هجيب لك الفيديو كمان شويه. واستغربت شوية انه حصلت ازمة، واستغربت شوية انه حصلت مشكلة. ايه الاسباب من وجهة نظرك؟ يعني رغم ان انا شفتك اتكلمت كويس جدا جدا، والناس اثنت على ده، وردود الافعال كانت كل الناس كده، ايه اللي اشعل الموضوع مرة تانية؟ يعني الحلقة موجودة اونلاين، الناس تقدر تشوفها، وانا اتكلمت عن محمد بشكل محترم جدا. يعني الحلقه موجوده، انا مش هدعي، اللي عايز يفتح الحلقه لو انت لو تحب تخليك معايا واعرضها لك دلوقتي، اعرض لك جزء منها، مفيش مشكله، ونرجع نكمل عشان يبقى في مصداقيه للكلام اللي احنا بنقوله. خليك معايا يعني. خليك معايا على التليفون، هعرضها دلوقتي والناس تبقى تشوف، لانه كمان عايز استغل وجود الاستاذ بيومي فؤاد في الموضوع ده. يلا بينا.
هجومك على محمد رمضان مؤخرا كان غيره من نجاح رمضان، رفضك لطريقته في الكلام عن نفسه، ولا محبه؟ طيب انا هقول لك، انا قبل كده يعني طلعت، بص تعالى بس الاول، لا يعني الثلاثه مش ممكن، مش حاجه، ولا حاجه، لا ولا حاجه من دول. قول لي الحاجه الرابعه ايه. انا هقول لك الاول يعني انا يمكن طلعت مع دكتور عمرو الليثي قبل كده، ايوه، اتكلمت على رمضان كويس قوي، وعلاقتنا كويسه جدا، وعلى عشان بس اخلص الموضوع ده يعني. ماشي. وانا فعلا بحبه، مش كلام، انا رديت على ما انت قلت لي، انا بحبه والله. بس الفكره في ايه؟ مبدئيا طبعا فكره الكلام اللي هو لا، في ناس اكبر مننا يا عم، انت اجمد مننا كلنا، بس في ناس سبقانا بكتير، في كريم وفي السقا وفي عز وفي حلمي، وفي في ناس تعبت قوي عشان تبقى هنا. نقدمهم تقصد ان احنا طبعًا نقدم الناس دول اللي على دماغنا الاول بنشتغل يعني، احنا موجودين يعني. انا ما ينفعش اتكلم والناس دي قاعده، حتى انا ابراهيم طموحي ان انا اجيب اكتر من الناس دي كلها، ايوه فاهم، ايرادات، وعايز انجح اكتر من كريم عبد العزيز اللي هو اخويا، فاهم؟ نفسه طبعا. بس في الاخر مهما نجحت ما ينفعش، ما ينفعش اقول على نفسي رقم واحد. تمام، هو حر. بس كانت الواقعه بتاعت الطيار اللي حصلت، ايوه، انا ما اعرفش مين الغلطان، أيوة. انا ما اعرفش راجل تاني، يمكن محمد هو اللي صح. بس لما نزل الصوره اللي في المستشفى وهو كان بيقول افيه محمد، ان الدكتور اللي صورني اتوقف هو كمان، فهو بيقولها في شكل افيه. انا من الناحيه التانية شايف راجل اتفصل عن العمل، كبيره وطيار يعني، حتى لو الراجل غلط في عيش اتقطع، فمش وقت هزار، فهمت وجهك. فبدل انت هزرت يبقى انا كمان ههزر، فانا هزرت، فهو رد على هزار، فانا قمت رد التاني على هزار، فهو يعني انا اخدتها من نفس الحته اللي هو بيلعب فيها. لكن لا نجاح من غيره، الحمد لله يا رب. ولا هو موقف، تقصد موقف مثلا. والله العظيم ابدا، ولا والله اقسم برب العزه وبحلف يعني، واقسم بالله ما في اي حاجه جوايا، بدليل يعني ان كل اللي حواليك بينجحوا وانت فرحان وبتتكلم، وانت شايف يعني علاقتي بالناس كلها عامله ازاي. وهو محمد ممثل يعني، والله ما بقول الكلام ده، ممثل كبير يعني. صحيح، فاهمي؟ اي يا حبيبي، انا عرضت لك الفيديو على الهواء. ايه اللي حصل يعني بقى، او تعقيبك ايه علشان خاطر برضو الاستاذ بيومي؟ انا لازم اخد رايه في الموضوع ده، اتفضل. يعني بص، هو الفكره كلها، انا ما اعرفش هو اخد الفيديو باني شكل، يمكن هو اتفرج او ما اتفرجش. انا لقيت يعني من الاخر، احنا رجاله، فتعال نتكلم كلام من غير تلقيح، انا بتكلم عن نفسي يعني. ماشي، فمش لازم ان انا انزل على اكونت حاجه بتاعتي بلقح على فهمي، فننزل القح على رمضان. فتعال نتكلم الكلام صريح وخلاص. الفكره كلها ان انا لقيتك بتلقح عليا الصبح. طب ليه؟ ده انا بتكلم عليك كويس جدا، وقلت رايي بمنتهى الصراحه في كل حاجه، ما قللتش منك، وربنا يكرمك في مسلسلك البرنس ويكسر الدنيا كمان. يعني اتمنى لك كل خير، لكن انت بتهاجمني ليه الصبح؟ وبعدين احنا، انت بتنتقدنا كلنا يعني، تعال نتكلم بقى بصراحه شويه، بتنتقدنا كلنا دايما، وانا رقم واحد، وانا في الساحه لوحدي، محدش بيتكلم وبيردش، ان احنا ما بنتكلمش بالطريقه دي، لا انا ولا زمايلي. ولما حد بيرد بتطلع كلام ان احنا غيرانين بحجه، او يعني انت بتدعي ان انت اعلى اجر واعلى ايرادات. انا والله ما بقلل منك، بس انت مش اعلى اجر ولا اعلى ايرادات، ده كلام انت بتبيعه للجمهور، وللاسف في ناس بتصدق ساعات يا ابراهيم. يعني انا هو انا مش والله انا ما بحب اتكلم بالمنطق ده، ولا بكبر نفسي، ولا انا احسن واحد في الدنيا، بس احب اقول لك مثلا احنا شغالين، كان عندي مسلسل السنه اللي فاتت وانت عندك مسلسل السنه اللي فاتت، لو طلع اجرك يا سيدي مش اكتر مني، لو طلع قدي بس، انا مش هفتح بقي تاني، وانا قادر ان انا اقول كده يا ابراهيم، والله قادر. رمضان كريم يا نجم، رمضان كريم يا نجم. انا والله ما بغلط فيه، هو نجم كبير، لكن احنا عمرنا ما كنا بنكلم بعض بالايرادات. عايزين نهدي اللعب شويه، وسيبك من موضوع الايرادات، وخليها تبتدي من عندك انت، وخليك دايما مجدع، وخليك دايما زي ما اتفقنا، انت نجم كبير وليك ناس بتحبك، ويعني خيركم من بدأ بالسلام. ايه رايك؟ خلاص يا سيدي، انا بقول له هو من عندك. وبيومي عارفني والله، انا ما بعملش حاجه وانا مش عايز اعملها. كل سنه وانت طيب رمضان، و الله يسلم ان شاء الله البرنس يكسر الدنيا. يا سلام عليك. والله وطبعا ده مسلسل فيه يعني، بحترم كل القائمين عليه، شركه الانتاج والمخرج وكل الناس دي اصدقائي، واحترم على راسهم كمان محمد رمضان، وبقول له محمد كل سنه وانت طيب، وان شاء الله مسلسلك يكسر الدنيا. الله ينور عليك، حاجه في منتهى الجمال. اتفضل يا استاذ بيومي بقى، عقب، لان ده كلام حلو يعني. طبعا الحمد لله القفله هايله من بس كده من فهمي. حاجه عظمه. حاجه عظمه جدا يعني. شئنا ام لم نشأ، محمد رمضان نجم كبير. اختلفت الاراء او اتفقت الاراء زي ما بقول يعني، هو نجم كبير
نجم سينما كبير ويعني انا مش عاوز بس اروح لحته تانية. انا بقول ربنا يهدي الحال لان المشكله مش مع فهمي بس، المشكله كانت مع اكتر من حد قبل كده. ومعاك انت كمان، فهنقول برضو رمضان كريم. لا والله لا والله انا موضوعي خلص في منت ماشي زي ما بيتقال يعني، خلص يومها. والراجل دعاني لمسرحه ورحت انا وعيلتي واتفرجنا المسرحيه ومسك المايك وقال للجمهور كله ويشرفني ان نجم بهيم فؤاد يبقى موجود وكل الكلام ده، واستضافني في غرفته واوضته وكل الكلام ده. محمد رمضان ابن بلد جدا، محمد رمضان جدع جدا، هو بس رمضان ما اعرفش ليه انت مصر تبقى في حته وكل الناس في حته. بعيدا عن كلامك عن ايراداتك او انت نمبر 1 وكل الكلام ده، خش جوه المجموعه، خش جوه الناس وتالق ليه وزمايلك وكل الكلام ده ليه؟ انا حضرت مره في عند مؤسسه الاهرام بتكرمنا، قعد الفنانه يسرى، قعد الفنان احمد السقا، وقاعدين ناس كتير جدا. وانا خدت احسن مصري دور تاني راي جمهور عن السنه ديت، والفنان النجم محمد رمضان خد احسن ممثل راي جمهور عن السنه دي. طلع على المسرح قال جمله جميله. هو قال انا رحت لابويا قلت له انا بقيت ممثل وممثل مشهور، انا اشتغلت في الفيلم بتاع احكي يا شهرزاد. فابويا قال لي، ده على لسان رمضان النجم محمد رمضان، انا مش هعترف بيك كممثل الا لما الاهرام تكتب عنك. ياه. ومؤسسه الاهرام اللي بتقربنا. صحيح. كلام جميل. حلو. فالاهرام كتبت عني. انا بقول لابويا من هنا الاهرام كتبت عني وجرايد كتير كتبوا عني وكل الكلام دوت، وانا في اشاعات كتير قوي بتطلع عليا، مفيش غير اشاعه واحده بس هي الحقيقه. ان انا نمره واحد في مصر. قاعدين ناس كتير وعدين. هي مالها بردت كده ليه؟ هي مالها بردت كده صحيح. ليه؟ بتقول ده لمين؟ ليه؟ اشاوس قاعدين. اشاوس يا اخي. انا بعتبر نفسي اخوك الكبير. انا بعتبر نفسي ابوك، بعتبر نفسي صاحبك. ليه؟ صحيح. ليه تخسر السقا؟ ليه تخسر يسرى رمضان؟ كريم؟ ليه؟ ليه يبقى هم كل الناس ليها راي وانت ليه؟ ده احنا كلنا لما بنتقابل في حته يا رب في الفرح، ما بقاش في اي حاجه ثانيه. كلنا انت وحشني، انت مش عارف ايه حلمي، كل الناس لما بنتقابل هي بتبقى كده. صحيح. يا نجم النجوم. يا نجم النجوم. انا يعني انا عايز اقول لك حاجه بس تعقيبا على كلام بيومي. الحمد لله رب العالمين. يعني الواحد عنده اعمال كتير قوي، يعني الحمد لله بفضل ربنا نجحت. مش هقول لك بقى رقم واحد واثنين وثلاثه. انا فرحتي الحقيقيه يوم فرحي يا ابراهيم. لما كل الناس جات لي، مش لما فيلم نجح لي. صحيح. صحيح طبعا. فاهم؟ فهمت كده. وصلت عامل ازاي؟ وصلت الرساله. وخليني واقف عند الجمله الحلوه اللي انت قلتها. لا والله لمحمد رمضان. رمضان كريم واتمنى له التوفيق. ولو بكره طلع هاجمني تاني انا مش هروح. انا بعد مني. برافو عليك، انا بشكرك. كل سنه وكلنا طيبين. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت زي الفل. النجم الجميل الفنان احمد فهمي. الهاشتاج بتاعنا ما تنسهوش.